السلام عليكم، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام. الخدمات في المسجد الحرام متنوعة ومتجددة، في هذه التغطية نستعرض معكم الجهود والخدمات المقدمة للمعتمرات وقاصدات بيت الله الحرام. لتفاصيل أكثر خلونا نتابع. هنالك العديد من الخدمات المقدمة من أصحاب كفاءات متمكنة ولغات متعددة يقومون بها شابات هذا الوطن الغالي، وهي تقديم الخدمات لقاصدات المسجد الحرام وتوجيههم إلى المصليات الخاصة بهن وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية. الآن بإذن الله نستعرض معكم هذه اللغات. السلام عليكم. Welcome to the Holy Mosque. I am a Saudi citizen. I work here at the Holy Mosque at the Scientific and Intellectual Affairs Administration. I am a translator. We have in our department more than 5 languages. We have educational lesson for the visitors includes praying and ablution, the Sunnah Friday, how to respect the Holy Mosque. Also, at the Friday, we have a special mission, which is reminding the visitor about the khutbah manners and also distributing headphones for the visitor so they can listen to their own to al khutbah to al khutbah in their own languages. Also, at this time, we have barcode. The visitor, they can get it and listen to Al-Khutbah in their own language. In addition, we have in our administration, we have the library of the Holy Mosque, the intelligence unit, the translation and languages unit, also the scientific unit, and that's it. ہم مسجد الحرم کے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اجازت ناموں کی تصدیق کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من ترجمانی میکنم به زبان فارسی و دو گروه دارم برای او تعریف میکنم. گروه اول است که گروه امنیت فکری و او از کارشان نگاه میکنن فکر از گمراهی و انحراف شدن، و گروه دوم است گروه مقرأ و کاری از نو است که تصحیح تلاوت قرآن دارم. إدارة توجيه والإرشاد، إدارة حياة وحدات قاصد بزي كما صار قايش ليمز، إدارة هيئة والهيئة جاي لان كورسة تادنا مزقة ونمازنا خلاص قد طوف تنكين وننكين عمرية توجيه قلادة وحدة إدارة والترجم وحدة إدارة توجيه والإرشاد ونمازقة كرقزادة جاي لان أوزاق قلادة كمتر وننكين هر غلط نمازقة كورد تصح قلادة حجابتان نمازدان نماز جنازدان وحدة قصد الصغير شنقيم كومي برادة وننكين ذوات العياقة بار ككتا كتا كشي لرقة بار ونكومي قلادة ألي دا جاي لربار قرال لرقة كومي قلادة يخشي هوا لربار يخشي جاي لربار. وبركاته. إدارة الأبواب العامة التي تتبع للشؤون الإدارة للشؤون الإدارية العامة للشؤون الخدمية والوكالة النسائية بالرئاسة العامة للحرمين الشريفين. الإدارة كما تعمل ومهامها التفتيش والترحيب بأرقى أنواع الأسلوب وبصورة حسنة بقاصدات بيت الله الحرام. أيضا تقوم بقياس درجة الحرارة للموظفات وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية. أيضا تقوم بالتفتيش والتدقيق للتصاريح وذلك ضمن بروتوكولات الإجراءات الاحترازية المعمول بها. والآن كما ترون تقوم موظفات إدارة الأبواب بالتفتيش والتدقيق على التصاريح، أيضا تفتيش الحقائب لأخذ الحيطة والحذر ولاستحباب الأمن في مسجد الحرام. وكما تطمح الإدارة أيضا إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاكم جوز محمد المسعودي مديرة وحدة سقيا زمزم. احنا عندنا بعون الله نقدم خدمات لزائرات بيت الله الحرام، وهي تقديم ماء زمزم للقاصدات، سواء كان من خلال حافظات زمزم او كان من خلال عبوات زمزم. ايضا هنالك بعض الخدمات تقدمها بعض الادارات الاخرى مثل التعقيم والتطهير والتوجيه والارشاد والترجمة، كلها موجودة بإذن الله داخل المصليات النسائية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مديرة الشؤون الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية سلمى اللهيبي. أحب أتوجه بخالص الشكر والتقدير معالي الرئيس العام. طبعا حابة أوضح لمهام عملنا الآن. هذا المصلى مخصص لصلاة الركعتين، بعد أداء القاصدات للطواف يتوجهون لهذا المصلى، تستقبله إدارة الهيئة والممرات والتوجيه والإرشاد في تنظيم المصلى حرصا على التباعد والتنظيم. يتم من خلال هذا المصلى توجيه القاصدات، إذا كان هناك أخطاء في العمرة يتم تنبيههم لهذه الأخطاء، كذلك تعليمهم الصلاة الصحيحة لأن الصلاة في هذا المصلى. لدينا كذلك تعليم لصلاة الجنازة، هذا من قبل إدارة التوجيه والإرشاد. ثم متابعينا الكرام، شاهدنا بعض الخدمات المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام، وهنالك الكثير من الجهود التي تبذل والخدمات التي تقدم لخدمة قاصدي بيت الله الحرام. ويأتي هذا تنفيذا لتوجيهات معالي الرئيس العام الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد العزيز السديس، وما يحقق تطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله. في أمان الله.